رجعنا لكم من جديد بعد طبخة زاكية من الشيف باستضافة جديدة معنا. كان اليوم الشاعر رائد الحموز. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. شاعر جميل يكتب للأردن وفلسطين وللمحبوبة، وكذلك هو شاعر اختصر القصيدة ببيت شعر. رائد احكينا كيف اختصرت القصيدة في بيت. والله مش اختصرت القصيدة في بيت، بس حبيت أني أعطي المعلومة في كلمات. يعني بدل ما كنا نكتب مثلا 15 بيت او 20 بيت عشان اوصل للمحبوبه المعلومه، حاولت اني اكتب لها بيت واحد اعطيها كل اللي بدها اياه. فالموضوع مش سهل، يعني حتى اطلقت على المجموعه كلها اسمها بالمختصر. المجموعه القصائد اللي هي يعني تتغنى بالحبيبه، في نفس الوقت ما اخلي اللي بيسمع القصيده يتعب وهو يوصل ايش بده الشاعر. فبالمختصر تعني انه اعطيني ايش عندك بس بسرعة حسب اللي هو ايقاع الزمن الحالي. لطيف. ف يعني مثلا كل النساء جمالهن سواء، انت الامام وكلهن وراء. الله عليك. يا من تذوب المفردات بوصفها، منك الجمال ومنهم الاطراء. الله، انت هيك وصلت الفكره. وصلت الفكره اللي بدك اياها بالضبط. حلو. بالضبط، يعني ماشي على مبدا خير الكلام ما قل ودل. ما قل ودل. سياسيا او واقعيا، يعني هاي الاشياء حاليا في تويتر مثلا بيعطوك 140 حرف. فبدك انت تتحكم حاليا في اشياء انه اعطيني المعلومه سريعا. جمالك فاق وزاد العدد، وحبك باق طويل الأمد، فقبلك ليس هناك نساء وبعدك ليس هناك أحد. إن شاء الله عليك. طب هل أنت إجمالا بتقول الشعر الوطني وشعر الغزل؟ هل طبيعي. شو ممكن يكون أصعب عليك أو مثلا اللي بتتغلب فيه شوي لتطلع؟ اللي بتغلب بالمعاناة، والمعاناة بتيجي مع الوطن ومع الوطن. فلسطين. فدائما لما تشوف تتألم. صحيح. واللي بتألم بده يكتب، فكنت أتغلب. يعني ما بدي أقول شعر الغزل هو شعر سهل، ولكن شعر الوطن هو اللي بيغلب، تتعب لأنه بدك يعني عم بتشوفي أنت بعينك أشياء بتغلب. فيعني أطفال غزة باللي سووه، بالحصار اللي مفروض عليهم، بالابتكارات اللي بيطلعوها، وبتغلب اليهود اللي هم مغلبين العالم كله، بيجبرك انك تكتب عنه وتكتب عنه. يعني طبعا لا يمكن نوصل لما يستحق هذا الشعب. صحيح. لا يمكن أكيد. نوصل لما يستحق هذا الشعب، ولكن احاول، والمحاولة ان شاء الله تكون يعني توصل يعني معلومة عن هالاطفال اللي فعلا ابهروا العالم بكل معنى الكلمة. يعني بتآمن حضرتك انه الشعر ممكن يعم السلام او يؤدي للسلام؟ يعني هل بتآمن فيه كسلاح؟ الكلمة سلاح، وأحيانا بتكون أقوى من السلاح. ولكن المتلقي أو المستمع، هل يوجد من يسمع حاليا غير صوت المدافع والصواريخ؟ ما عم نسمع. مين بده يحكي في الحروب اللي موجودة حاليا في الوطن العربي؟ ما بدنا نحكي برا، إذا كان في اليمن وإذا كان في سوريا وإذا كان في الأماكن، ما في حدا بيحكي. الكلمة ماتت ودفنوها وطلعوا بدلها المدافع والصواريخ مع الأسف. طب بدي هيك أسألك شغلة. لما توفى محمود درويش، لما رثاه صبيح القاسم، أنا مو حاضرت لي اللي قاله بالضبط، ولكن قال بما معناه أنه موت محمود درويش مجازيا، فالشعراء لا يموتون. وأنت قبل شوي كمان قبل الهوى حكيت أنه الشاعر أو الشعر يبقيك على قيد الحياة. طبعا. شو اللي خلاك تقول هاي الجملة وليش؟ يعني خليني أوصل هاي، خلينا نوصل هاي الفكرة للمشاهدين اللي ما إلهم علاقة بالشعر، ممكن بس بيسمعوا وما بيكتبوا. الكلمة مربوطة بالحياة الاستمرارية. يعني هلأ محمود درويش إله مثلا كم سنة ميت أو متوفي؟ فترة طويلة، 10 سنة تقريبا إلى الآن، وإحنا قاعدين عم نسمع كلمات محمود درويش وكأنه بيننا. صحيح. يعني هو ترك الرسالة تبعته وكأنه موجود الآن. فالشعر لا يموت. كلمة الشعر لا يموت تعني يعني مجازا أنه الشاعر ما مات، لأنه هو الشعر عبارة عن تجربته هو اللي كتبها على الورق. فلا يمكن يموت الشعر ولا الشاعر طالما في استمرارية للحياة.
فهو الشعر صحيح. اصلا انا يعني الله يرحمه الشاعر نزار قباني كان يقول عنه يعني بده اياه يكون هو الخبز لكل الناس. يعني هو زي ماده الخبز اللي كل الناس بتاكلها، لازم الشعر يكون كل الناس تسمعه او تقراه او تحكي فيه. فالشاعر لا يموت والشعر لا يموت، ولكن طبعا الشعر اللي بيوصل للقلب يعني مو اي شعر. طبعا اكيد صحيح. صحيح. رائد انت معك شهاده في البكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسيه. نعم. ايش دخلها في الشعر؟ والله ما دخلها ربطهم. ما دخلها ولا دخلني في اللغه العربيه. ويمكن اكون ضعيف نحويا وصرفيا يعني حتى في الاعراب بس الشعر لا يحتاج الى دراسه. الشعر هو موهبه اولا وثانيا معاناه. احيانا انت بتعاني بس ما بيطلع معك شعر، يمكن بيطلع معك يعني حاجه انت بتسميها اني انا فضفضت عن اللي جوا، بس الشاعر اللي الله بيعطيه موهبه الشعر يصوغ هذه المعاناه على الورق وبتطلع معه شعر. لكن اقول لك اني درست شعر او تخصصت شعر او تخصصت حتى لو عربي ابدا اطلاقا. يعني هل ممكن انه الشخص يتدرب انه على القاء الشعر او كتابه الشعر؟ على القاء الشعر تتوقع انه هي لا خلص مجرد فطره؟ لا القاء الشعر يتدرب عليه تماما. الالقاء، لكن انك تيجي تحكي اتدرب على اني اقول شعر كتابه. القصيده تكتب الشعر. القصيده هي اللي تكتب الشعر. الشعر لا يمكن ان يستطيع ان يكتب قصيده. اجي اقعد هلا اقول بدي اكتب قصيده، لا يمكن. هو يشاهد يشاهد يعاني بعدين بكتب. اما انا بدي اكتب شعر هلا ما بنفع، اصلا ببطل شاعر. صحيح. بصير كاتب اني بدي اكتب قصيده. لا، الشعر هو الذي يكتب الشعر. طب بس بدي اسالك، هلا يقال انه احيانا البيت الثاني او بعد الاول بشكل عام بيكونوا اصعب دائما من الاول، لانه ممكن من الاول انت بتستحضر شو بدك تكتب. نعم. هل هذا الشيء صحيح وانه ممكن انه اواخر القصيده تكون صعب على الشاعر كتابتها؟ هو الشعر انا بعتبره زي الحرب، يعني بتعرف تبدا الحرب، اي حرب تقدر تبدي الحرب. صحيح. الشطاره وين تنهي الحرب اللي موجوده. هو القصيده مثل الحرب فعليا، بتبدي القصيده. الصعوبه دائما كيف تنهيها، مش بس كيف تنهيها، كيف تنهيها بنفس قوه البدايه. لانه غالبا بداية القصيدة بتكون الفكرة يعني جزئيا موجودة في البيت الأول، بتكون قوية. فشطارة الشاعر أنه بديت قوي انهي قوي. صحيح. وغالبا بتكون القصائد منتهية ضعيفة، لأنه بيكون الشاعر يعني نفسه شوي خف، يعني زي اللي بيلعب كورة أول 10 دقايق أو ربع ساعة، بعدين في الدقيقة 90 بتلاقيه بطل يعرف يركض. فالشطارة أنك تنهي القصيدة أقوى مما أنت بديتها. ويعني في شعراء، يعني انا بعتبر المثال الاعلى من الشعراء اللي انا تربيت على شعرهم مش على ايدهم مع الاسف، الشاعر نزار قباني. الشاعر نزار قباني من الشعراء اللي انت بتشوف اخر قصيدته اقوى من اول قصيدته. صحيح. ودائما وابدا بيحملك معه لعوالم اخرى انت لا تتوقع. صحيح. فانا من الناس اللي يعني قرات كل ما كتب نزار قباني. وطبعا في شاعر ثاني مصري من الشعراء يعني اللي اعلاميا مش مشهور، الشاعر فاروق جويده. من الشعراء اللي شعر جدا رائع، ولكن يعني مظلوم اعلاميا، ما عم بنشوفه، ما بنقرا له حتى. ولكن الشعر زي ما حكيتي لازم يبدا قوي وينتهي اقوى. نعم. طيب حكينا عن الشعر اشياء لطيفه وجميله، ايش رايك تسمعنا شيء هيك انت حاب تقدم لنا اياه وللمشاهدين؟ في عندي قصيدة لأطفال غزة، أنا دائما بدين لهم بالولاء، اللي هم دائما يعتبروا الصف الأول والأخير في الدفاع عن الأمة العربية كاملة بصراحة. فأنا لازم أقل شيء أقدمه لأطفال غزة أني أكتب لهم بيت شعر يعبر عن إعجابي بهذا الشعب الجبار اللي فعليا يمثل الأمة العربية في الدفاع عن مقدساتها. صحيح. كانوا طلعوا شباب غزة اللي هو لما كانت تقصف إسرائيل يقصفوا، فكانوا يقنصوا هم، فصارت الشعار تبعهم قصف بقصف وقنص بقنص. يعني كتبوها زي ما تقول إنه خلاص أنتوا بتضربوا إحنا بنضرب، أنتوا بتقنصوا إحنا بنقنص. فكتبت لهم القصيدة لأطفال غزة اسمها قلبي معك. قصف بقصف والشهادة تتبعك، قنص بقنص أنت تعرف مصرعك، من أفزعك؟
يا طفل غزة أين أنت وأين منا نسمعك؟ يدك التي صنعت قنابل من كتاب الدرس صارت مدفعك. من روعك؟ من خان غزة؟ من تآمر؟ من أشار إلى العدو بأن هذا مضجعك؟ قل لي بربك من معك. لا تبتئس، أنت الأمام وكل من في الكون أضحى يسمعك. يا طفل غزة أين أنت وأين منا نسمعك؟ الله. طب أنا بدي أسألك، بما أنه أنت حكيت في شعراء شوي مظلومين إعلاميين، نعم، ببداياتك في صعوبات واجهتك؟ يعني بتعرف احيانا بمجتمعنا لما الواحد يكون مقبل على شغله شوي مش الكل يعني فيها او داخل فيها، بيواجه تعليقات ممكن سلبيه، انت شو بدك، شو واجهت شيء من هذا النوع؟ طبعا الشعر مو سهل انك انت تدخل المعترك تبعه، لانه مو كل الناس فاهمه انت شو بدك. صحيح، مشكله خاصه الان الشعر في يعني الدول العربية بشكل عام، الشعر الآن بالنسبة إلها ما عم بيهتموا فيه طبعاً، إيش كسبب معين، ما في سبب، بس ما حدا فاضي. يعني هلأ المكتبات اللي بتبيع كتب ما عندها هداك الزباين اللي في أماكن أخرى. صح. محلات التليفونات، الآيفونات، السامسونج، الأشياء الثانية تلاقي مليانة، روح على المكتب تلاقي فاضي، بتلاقي بيبيعك الديوان أو الكتاب بدينار وما حدا عم بيشتري. فهو كبداية بداية صعبة، الإعلام مش مركز، يعني مش مركز على الشعر بشكل عام. أنا نفسي يعني بكون كتير عاتب على تلفزيونات الأردن، على وزارة الثقافة، وين الأمسيات اللي بتسبوها للشباب بغض النظر، حتى لو كان شعره مش هداك الشعر اللي أنت بتفقع أنه بده يكون المتنبي أو أبو العلاء المعري، بس أقل ما فيها أنا أشجع الناس تكتب وتسمع. أعطيني مسابقات شعرية، مسابقات شعرية حتى بغض النظر، يعني حتى في دول الخليج بيحبوا الشعر النبطي، بيسووا مسابقة المليون، بيسووا مسابقات شعر. ما عندنا هون الاهتمام اللي هو بالشعر، لأنه الشعر مادة مش متداولة فقط. ما بعرف إذا بتوافقني نفس الشيء، لا يعني بالمناهج الدراسية يعني وتحديدا الفرع الأدبي بالكتب النقد مثلا أو كتب البلاغة بنلاقي مثلا قصائد. هلا أنا شخصيا لما بشوف القصائد بنبسط لما يكون فيها هالكم من القصائد، ولكن برجع بسمع برا قصائد او بشوف بالصدفه قصائد، بشوف انه الاولى انها لو كانت هاي القصائد موجوده بالكتب وانها تتعلم، لانه بلاغيا هي ممكن اقوى وادبيا كمان. بتوافقني بهذا الشيء او والله انا بوافقك تماما، وبوافقك انه كمان صعب جدا ندخل في موضوع من يضع المنهج وماذا يضع. صح، المناهج الدراسية أصعب شيء في الدنيا أنك تقولي ليش هاي مو هديك. وأحيانا كمان وأنا قرأت في كتب باللغة العربية هون، يعني بالصدفة من يعني من بناتي أنا في المدرسة، أحيانا بيشيلوا كمان من البيت وبيحطوا هم كلمة محل كلمة وهي بتكون ما إلها يعني ما إلها أي ارتباط بالبيت. فهو الشعر مقصر فيه منهجيا. صحيح. وأعلاميا. وهذا شيء أيام الشاعر نزار قباني كان لما يلقي أمسي شعرية في أي دولة عربية كنت تشوف الجمهور طالع برا المسرح قد ما كان الناس تتغنى بالشعر، وكانت سوريا تفتخر أنه الشاعر نزار قباني شاعر سوري. صحيح. لأنه من سوريا، رغم أنه شاعر مش محارب ولا قائد كتيبة، شاعر، ولكن كانوا يفتخروا فيه. وإلى اليوم نزار قباني عايش بين الناس. صح. فما بعرف شو يعني شو بدنا نحكي عشان الناس تهتم في الشعر، وبديش أقول الشعراء والذين يكتبون الشعر، خلينا نهتم فيهم مثلا بأي طريقة إن كانت. طبعا. بس ما صعب صعب. هلا عندي سؤال بدي أسأله لرغد. اللي هو إيش اعتقادك اللي بقودك لكتابة القصيدة، العقل أم القلب؟ لا، العقل دائما في الشعر مغيب. إن كتبت أنت شعر لازم تكون أنت ما يعني ما بتفكر بعقلك. دائما ارتباط الشعر بشكل عام يرتبط بالقلب، يرتبط بالوجدان، يرتبط بالأحاسيس. صعب جدا انك انت تكون قاعد عم بتفكر في شيء في مخك، يعني انت مثلا في مسألة رياضية او بتقرأ في كتاب وبعدين تقول والله من مخي بدي اطلع قصيدة. دائما يعني القلب تلمس الوجدان. يعني هاي اتوقع يعني انت حكيت فيها في إشي اسمه
الشعر اللي بسموه مرتبط بالمشاعر اللي موجودة. القلب شوي بعيد يعني ما أتوقع أنه العقل يكون، طبعا العقل هو موجود في كل شيء بدك إياه، بس شعريا كشعر يلامس قلبك لما أنا أقرأ لك إياه لازم يكون طالع من 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 قلبي أنا عشان أنت تشعر فيه. لكن لو طلع من عقلي، لأنه ما بركب يكون شعر وعقل مع بعض، صعب. إن الشاعر نزار قباني كان عنده بيت شعر جميل، إن الجنون وراء نصف قصائدي، إن الجنون وراء نصف قصائدي، راح النص الثاني ما في مشكلة، راح النص الثاني، بس إله نص ثاني يعني بيعبر تماما إنه العقل مغيب. بس أنا بدي أحكيك، الشباب بالجالرية طالبين يسمعوا بيت أو بيتين غزل. ليش لا؟ مش غلط. مش غلط. في قصيدة اسمها على قيد الغرام. الله. نعم. يعني هذه من القصائد. أتوقع هذا من القلب مش من العقل. كله قلب. أنا بالنسبة لي كله قلب. فأتوقع يعني أتوقع إنه القصائد اللي بتطلع من القلب تبقى في الذاكرة كثيرا. فهذه مهمة جدا. أنا مشكلتي إني ما بحفظ، عشان هيك يعني تعذروني. لا أكيد، خذ راحتك. أنت ورثت هذا الشيء؟ لا، ما حدا سائل فيه أبدا. يعني أكيد وجه لعائلتك تحية، وأكيد عندهم ميول أخرى يعني. الأكيد أنا طبعا يعني برضو برجع وبقول الشاعر يولد مرتين، كما قال الشاعر نزار قباني، مرة يوم ولدته أمه، ومرة يوم تلده الحبيبة شاعر. الله عليك. فأنا الملهمة الأولى والأخيرة يعني، اللي هي صاحبة هذا الـ 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 الانفجار الشعري هي بتكون الحبيبة طبعا. فهذا الشيء ما في يعني ما عليه خلاف. وطبعا بالمناسبة بوجه لها تحية. أكيد إحنا كلنا نوجه لها تحية. الله يخليك. القصيدة على قيد الغرام. أوراق الشجر الخضراء وبقايا مطر الصحراء، قصة عنترة العبسي، شعر نزار والإلقاء، عجزوا عن وصفك سيدتي وتخلت عنك الأسماء، يا سيدة الحب الخالدي، يا أيقونة كل مساء، كل الدنيا تكتب عنك، كل الدنيا تبحث عنك، إلا قلبي ذاك القابع بين يديك يعلم أنك في الأحشاء. الله. يعني أتوقع أنت سمعت ردود أفعال الشباب بالجاليريا. هاي القصيدة يعني هي العنوان كان طويل، بس أنا اختصرته بنقط. هو القصيدة عبارة عن عنوان ما زال قلبي على قيد الغرام. دائما كلمة على قيد بتيجي وراها الحياة على طول. صح. فدائما ليش بقول لك الشعر ما بيجي بالعقل، أنت بدي أحسك في القصيدة ما زال قلبي على قيد الغرام. طيب في ديوان شعري قادم؟ لا والله، حكيت لك المعلومة قبل شوي، لو سويته ببلاش يمكن وحطيته في المكتبة ما حدا بيشتري. المشكلة في القارئ، أنت بدك تدوري مين يقرأ الشعر الآن. فئة الشباب زهقانة من الكتب الدراسية أصلاً، يعني نفسهم يخلوا الكتب تبع الدراسة كتاب واحد. وما وممكن حتى لو إحنا شعب بيقرأ قليل، ما فعلا عم لاقي حد عم بيشتري كتاب أو إذا وديتي له إياه على الواتساب أو على يعني الفيسبوك يمكن يقرأك وهو قاعد على التليفون، أما هو ينزل على مكتبة يقرأ قصيدة أو يقرأ ديوان شعر عشان يشتريه حتى لو كان ببلاش صعب جدا. طيب أنا عندي سؤال، هلأ أنت يعني فعلا عم تحكي عن الموضوع وكأنه ظلام يعني. ظلام طبعا، صحيح. او انت مش ولك وكانه هو اكيد ظلام. شو اللي بيخليك انت هالقد متمسك بالشعر؟ يعني انا بحييك على طبعا هالاراده اكيد، بس شو اللي بيخليك متمسك بالشعر هالدرجه؟ يعني بالعاده بنشوف حدا انه خلص هذا الشيء مش ماشي مثلا، متمسك حتى بالجريده الورقيه لليوم. لليوم بشتري الجريده او بشترك بالجريده وبتيجي الجريده الورقيه، مع انه الناس بطلت تقرا جرايد. دائما وابدا في كل مجتمع إذا الكل مشي على خط واحد والكل مشي وراه مشكلة، صح.
صحيح. لازم يكون في تنوع. التنوع تبعي بالمجتمع اللي انا حواليه بالمجتمع الضيق بالضبط، انا عم بعطيهم يعني مش ايحاء، بدي اعطيهم معلومه انه الشعر سيبقى بيفتر وبيموت. في قصيده اسمها حبك ابدا لن يتكرر، حبك مثل الورق الاخضر قد يتداعى قد يتلاشى لكن يرجع يزهر اكثر. الشعر زي ورق الشجر، بيصفر بيتعب بيوقع بس بيرجع بيزهر مره تانية، فلا يمكن يموت الشعر. انا هذا بالنسبه لي اعتقادي الشخصي. انا بالنسبه لي انا بوافقك اكيد، اعتقادي يعني الشخصي. فالورق الاخضر قد ما كان بيموت وبوقع عن الشجره بس بيرجع بيزهر مره تانية. صحيح، هي طبيعه الدنيا. صحيح. شو مازن هاي الابتسامه؟ مبسوط. انا عندي سؤال يعني هيك امرني خطر في بالي بالنسبه للشعر، كيف بتشوفوا انه بيعلم الناس؟ يعني هل ممكن توصل فيه فكره لجد الناس يستفيدوا منها؟ احسن طريقه إنه ولا هو مجرد يعني القاء او سماع زي ما تسمع ما نغمه او موسيقى معينه؟ برجع في البدايه زي البدايه حكيت لك اياها، يعني اهم شيء اني اكون وصلت لقلبك. اذا انت حبيت الكلام اللي انا حكيته بالمختصر حتاخذ مني المعلومه اكثر كثير من المدرسه، حتى بتاخذها مني معلومه. مزبوط كلامك، بيوصل وبيعطي المعلومه اللي بدك اياها لانه بيكون اقرب لك انت. جاي لك عن طريق مشاعر لمشاعر، مش اشياء يعني جامده بعطيك اياها بكتاب او في تليفون توصلك برساله. لما اعطيك اياها عين لعين تفرق كثير. طبعا بتوصل. انا بوافقك بهاي الشغله. من فتره سمعت معارضه شعريه، مو عارفه لمين، ولكن الفكره انه انت بتعيش قصه انت مش عايشها. يعني فعليا انا رحت مع الكاتب، يعني رحت مع الشاعر فعليا، عشت الشيء اللي هو عايشه. نعم. ورجعت لطبيعتي بعدين. فانا بوافقك 100% بالكتب. الشعر بيوصل وسهل. يعني سهل التوصيل، بس المهم انك يعني تحب الشعر وتحب كلامه. من احيانا بيكون واحد بيدخل في قصيده او الله يسامحهم يعني في شويه يعني شعر بتوهك، تدخل القصيده او هو بيدخل معك في القصيده ما بتعرف شو بده بالنهايه. طب وصلني لحاجه امس في تلاعب في العقل. برضو احنا عم نشوف في اشياء في صفت مهزله. يعني احنا عم نشوف دور النشر عم تنشر لاي حدا، عم تطبع لاي حدا. انا عم بشوف شخصيا على الانترنت قصائد، يعني انا بستغرب انه الشخص كيف كتبها، يعني كان بعقله او ما كان بعقله. بس يعني كيف رضع حاله هو اصلا انه يكتب هذا ويسميه شعر؟ ما بالضبط هي هاي. ما هو عشان هيك يعني وزاره الثقافه الاردنيه يعني بتنتقي وبتشوف وبتقرا وبعدين بتحطك وبتصنفك انك انت اديب وكاتب وشاعر. بس اللي بكتب على النت زي ما حكيت او بده يكتب على الفيسبوك تبعه ما حدا بده يوقفه، بده يكتب على تويتر شعره ويكتب شعر اي شيء. صحيح. يعني يمكن اللي بتقصد فيه علا كانت انه ممكن صار في بزنس في الموضوع، مش مجرد انه هواي وانا عن جد شاعر آخر نوع من انواع التسويق للذات. بالضبط. انا شفت حدا منزل كتاب، يعني ناشر كتاب بيكون على حسابه كمان للمعلومات. يعني بيكون على حسابه. يعني هلا بتروحي على اي مطبعه على اي دار نشر بتقولي له كلمه شعر، قبل ما تكملي كلمه الشعر بقول لك والله هذا ما له سوق، بدك تطبعه حسابك احنا جاهزين. ما في يعني بيكون معه هو يعني ماده بيقدر هو يطبع حسابه. ولكن حتى لو طبعوا حسابه ونزلوا بالسوق لا يمكن يتقبل من الناس، لانه الشعر بالذات يعني زي الموسيقى. انت صحيح. الموسيقى اللي بتيجي على اذنك وبتحبيها وبتكون كثير جميله لا يمكن تقول عنها مش جميله. صحيح. هو الشعر بالنسبه لك انت بس تقراي اوله وتترك الباقي اصلا بتقولي ايش بده. صحيح. صعب. يعني انا اليوم بدي اشكرك على وجودك معنا، بس انا حابه ننهي لقائنا معك إما قصيدة على ذوقك أو بيت شعر على ذوقك بشكل عام. بالمختصر سأكتب عنك 3 جمل: أحبك جدا، وبيتك قلبي، وفي راحتيك التقاء الأماني، وفيض المعاني، وخيط الأمل. الله. غزل إلي ما في ولا بس والله للرجال يعني ما عندي رجالي، كلهم أساتذة ستاتي بناتي. ما في. شكرا لك. أشكرك وشكرا لك، نورتنا اليوم بالاستديو. بتمنى لك التوفيق. مشاهدينا هلا نروح لفاصل صغير ومكملين معكم.